السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت. حد يقول لي إيه يا عم دودي، أنت بتضحك على إيه؟ أصل أنا بصراحة في ملخص انتهى منذ قليل وهو بين الأهلي وبيراميدز، ولسه هنخش على لقاء الزمالك والمحلة، ولسه هنقول على خبر كده من حتة الدوري الأوروبي ومن الأندية الأوروبية. طبعا قبل ما نخش على كل ده عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم واكون عند حسن ظنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، صل على الحبيب قلبك يتيب، صل على الحبيب تاكل زبيب، طبعا صلى الله عليه وسلم. عايزين نتكلم النهارده على ملخص لقائين اللي انتهى بفوز الملكي على المحلة في المحلة، ويوصل لاستمرار صدارة الدوري برصيد 57 نقطة. قبل اللقاء كان 54، النهاردة نفوز على المحلة في المحلة بعريس الليلة بهدفين متعتين إثارتين، وهو ابن القلب أشرف بن شرقي. فعلا زيزو مبدع وهو نجم لقاء الزمالك والمحله النهارده. شابوه محمد عواد، بجد بجد يا جماعه محمد عواد قدر يعمل ماتش عالي قوي علشان تكون فعلا زي ما بيقولوا الغزاله رايقه وتقدر تستفيد منه كويس قوي، وفعلا قدر يفرح جمهور الزمالك اللي على طول دايما بيروح وراه في كل انحاء العالم. جمهور الزمالك يا جماعه جمهور بيحرك الحجر، جمهور ملكي جميل، جمهور وشه حلو على نادي الزمالك قبل اي شيء جوه النادي. الزمالك جمهوره حمايته هو الزمالك، جمهوره حمايته هو زمالك. انا بقول لك النهارده بعد لقاء ممتع ومثير، بعد لقاء جميل جدا بين الزمالك واس المحله اللي قدر يفوز الزمالك 2-0، اشرف ابن القلب علشان يتصدر الدوري واستمرار صداره الدوري حتى الان برصيد 57 نقطه. وعندنا اللقاء القادم مين بقى؟ عندنا النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، وهيكون ديربي خارج التوقعات. قبل الحلقه هنعمل مسابقه ان شاء الله باذن الله على صفحتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، علشان اللي هيكسب معانا هيكون ليه تيشيرت هديه، وباذن الله نكون عند حسن ظنكم. نخلص من لقاء الزمالك نخش على لقاء الاهلي، اللقاء الممتع بصراحه. نادي الاهلي بنقول له هارد لك، قدر بيراميدز النهارده يخطف النادي الاهلي بهدفين. مش قادر اقول لك بصراحه، هل بقى الخطا هنا عند مين؟ هل الكلام كله المعنوي كله عند مين؟ هل ممكن يكون عندي ريكاردو سواريش، ولا عند اللعيبة من كتر التدريب وضغط الماتشات على اللعيبة علشان مش قادرين؟ هل ممكن علشان الثقة زيادة عن اللزوم؟ هل ممكن ماتش اللقاء بتاع اليوم بتاع بيراميدز زي اللقاء بتاع فيوتشر اف سي؟ يعني انت مقتنع ان انت تكسب فيوتشر، تكسب فيوتشر 4 معرفه، تيجي النهارده كل ماتش وليه ظروفه. ايه يا عم دودي في ايه؟ انت طايح في الناس قوي كده. لا مش طايح، انا بتكلم اللي هناك فرق بين فيوتشر اف سي وبين بيراميدز. بيراميدز النهارده قدر يعمل مباراه عاليه جدا 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 على المارد الاحمر، وقدر يخطف من المارد الاحمر النهارده 3 نقاط غاليين علشان يبقى 53 نقطة بعد ما كان عنده 50 نقطة، والنادي الأهلي يحتل مكانه في المركز الثالث زي ما هو ب 48 نقطة. والنهارده فيوتشر حصل مفاجأة من العيال التقيل، الإسماعيلي فاز على فيوتشر اف سي. يعني في مفاجآت، وأنا قلت لكم قبل كده في الحلقة الماضية قلت لكم اللي فيه الأسبوعين الجايين أو الثلاث أسابيع الجايين في مفاجآت في الدوري الممتاز، مين هيقعد مين هينزل مين هيهبط، كل الكلام ده احنا اتكلمنا فيه. بس احنا بنتكلم النهارده على ملخص لقاء الاهلي، وانا بقول لك مش مصدق بصراحه اللي بيراميدز النهارده يعمل لقاء مثير ومتعه الاثاره ومتعه الحلاوه والبقلاوه يا كابتن دودي يا سبورت. وفعلا مش قادر اقول لك النهارده، فعلا بيراميدز النهارده ادى كيان للنادي الاهلي، بيقول لهم انا موجود. وفعلا بصراحه يا جماعه عندهم لعيب كبير اسمه عبد الله السعيد، فعلا بصراحه لعيب محترم، لعيب كيان، لعيب كبير جدا جدا جدا، قدر النهارده يسيستم كل اموره بكل لمسه جميله.
يقدر يبدع النهارده بالحلاوه بالقطايف واللطايف. قال لك عملوها التاني وجابوا التاني وكسبوا اتنين تاني، وهو محمد الكواليني اللي كان وشه حلو النهارده على النادي الاهلي. بعد النهارده طبعا كده يتصدر الزمالك 57 والنادي بيراميدز 53 والاهلي 48. زي ما هو يبقى الوضع ما هو عليه النادي الاهلي. وطبعا الخبر الثالث اللي هنتكلم عليه فيلاندوسكي طبعا النهارده وقع رسميا لبرشلونه، لا ده وقع امبارح لبرشلونه الاسباني بمقابل 45 مليون يورو. ليفاندوسكي طبعا لعيب كبير بعد ترحيله او بعد وداع وهو كان في بايرن ميونخ الالماني، قدر برشلونه يتعاقد معاه وخلص مع الراجل امبارح فعلا ليفاندوسكي ب 45 مليون يورو. طبعا هنتفرج على متعه اثاره هذا الموسم السنه دي دوري الابطال، هنتفرج على الدوري الاسباني، هنتفرج على قوه الدوري الاسباني مع ليفاندوسكي طبعا مع برشلونه الاسباني. وطبعا ده كان ملخص سريع على اللقاءين. والخبر الثالث بتاع ليفاندوسكي طبعا على توقيعه لبرشلونه الاسباني ان شاء الله. قبل ما اقفل معاكم يا رب ان شاء الله الاول تكون الحلقه عجبتكم وان شاء الله بنجح معاكم وانجح بيكم باذن الله واكون عند حضراتكم. قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم ودعواتكم واكون عند حضراتكم ان شاء الله. تنتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب دودي سبورت ان شاء الله. بشكركم، سلام عليكم.